آه عاطف يقول عندما نذهب للمقابر هناك من يتحدث مع القبر فالميت يسمع هذا الكلام الأصل نعم أن نتحدث مع الميت يعني يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية هذه مخاطبة وبعد ذلك لا باس ان تقف على ميتك السلام عليك يا ابتاه او السلام عليك يا اماه ورحمه الله وبركاته اسال الله ان يغفر لك وان يرحمك وان ينور عليك قبرك ونحو ذلك من ال الكلام والميت يانس ب بهذا الدعاء ويانس بتلك المخاطبه اما اذا كان المخاطبه معناه امشي واشكو اليه ان فلانا فعل معي كذا وأن فلارا قال لي كذا هذا ما يصح ما يفعله عاقل لأنه ليس المقصود إيلام الميت وإيذاءه وإزعاجه بل المقصود إيناسه بالدعاء له والسلام عليه